مشاهدي الكرام في برنامج حياكم من أجواء الشعر التي تبعثوا على الاسترخاء والتأمل إلى أجواء ليست بعيدة، حيث نستقبل في زاوية أطلتا في برنامج حياكم وهي زاوية المعنونة إلى الأفضل ضيفا كريما هو الدكتور زهير خشيم أخصائي علاج وتدريب للتنويم الإيحائي. مرحبا دكتور ومساك الله بخير وسعداء بك في لقائك معنا في برنامج حياكم. مساك بالنور، شكرا لك. مرحبا بك دكتور زهير، وسنقضي معك دقائق استرخاء ونبدأ بسؤال عن تعريف التنويم الإيحائي. تعريف التنويم الإيحائي هو علم قديم من زمان. التنويم الإيحائي هنا أنت بتقول أنت بتنوم العقل الحاضر وبتوحي للعقل الباطن. فإذا فسرنا العقل أنه يتكون من جزئين، العقل الحاضر والعقل الباطن، طريقة عملهم بيشتغلوا بأي طريقة؟ بالطريقة هذه. فالعقل الحاضر هو العقل المتحكم والمتصرف. أنت الآن لما تبغى تتذكر حاجة يوم تخرجك مثلا أو يوم زواجك مثلا، شايف وجاك أول ابن، أنت بتطلب من عقلك الباطن، هو اللي بيعمل لك إيش؟ يحضر المعلومة، بيحضر لك المعلومة. خلينا نقول إنه عبارة هو عن الذاكرة، الذاكرة أو الهارد ديسك، شايف، أو مخزن المعلومات. فتخيل معايا نحن جينا عن طريق الاسترخاء ورخينا العقل الحاضر، شلناه على جنب وتكلمنا مع العقل الباطن، أوحينا إليه، شايف، بناء على رغبتك أنت، بناء على طلباتك أنت. هذا تعريف التنويم ببساطة جدا. نعم، إيش فوائده يعني؟ لماذا نتحدث عنه؟ لماذا نتحدث عنه؟ جميل جدا. هو علم التنويم لماذا نستخدمه يعني بمعنى صح؟ خلينا نقول مثلا أنت عندك خوف من السباحة أو خوف من الطيارة، شايف، إيش اللي حيحصل هنا؟ إحنا حنحطك في وضع استرخاء تام، حنرخي العقل الحاضر، شايف، ونسأل عقلك الباطن، نوحي إليه ونتكلم معه، متى أول مرة حصل لك حادثة أو الخوف من الغرق، شايف، هترجع نرجع إلى الورا، تقول مثلا لما كنت أنا صغير أحد من أصحابي دفني ورماني، شايف، ومن هنا أموت يعني. وكنت أموت وغرقت وشرقت، شايف، فمن هنا تكونت عندك العقدة النفسية. طيب إحنا نتكلم مع العقل الباطن، نقول له انتبه، شوف أنت كنت صغير هناك، الآن أنت رجال وتعلمت السباحة، شايف، بتتغير المفهوم، غيرنا المفهوم هذا. طيب تفضل. بالمناسبة هذه النقطة يعني الكثير ربما خاف وشكك في أن المعالج ربما أخذ معلومات، أخذ أسرار وغيرها، هل الكلام هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، وأنا أشكرك أنك جاوبت على سألتني السؤال هذا. الكل يقول لي أنت حتنومني الآن وتأخذ معلومات مني، ما أقدر، لا أستطيع، شايف. أولا هو نام برغبته، شايف، واحد بيقول لك انا عندي المشكله الفلانيه، انا عندي الحاجه الفلانيه، عندي قلق في النوم، ابغى اتعلم الاسترخاء، عندي خوف من الاماكن المرتفعه، عندي خوف من المجالس، هم يسموه الخوف الاجتماعي والرهاب الاجتماعي، شايف، ابغى اتخلص منه، ابغى حب ماده الانجليزي، شايف، كل هذه رغبات، ابغى حب الدراسه، شايف، كل هذه رغبات. فبناء على رغبته انا بشتغل معه، بدربه كيف يفكر في الرغبه هذه، بأزرع له الرغبة هذه في عقله، أنه ننتبه العقل الحاضر زي ما قلت لك ما هو موجود، اللي قاعد تسمعني فيه أنت الآن. أنا بتكلم مع العقل الباطن، بأوحي إليه بناء على رغبته. نعم. طيب إحنا نتكلم دكتور عن مسألة الاسترخاء، يعني ما أهمية مسألة الاسترخاء لما نتكلم عنها؟ إيش أهميتها؟ إحنا الآن تعرف في فترة الظهيرة والناس جاية من الدوامات واللي يبغى يتغدى واللي يبغى يسترخي. نعم. خلينا نقول يعني إيش فائدة الاسترخاء؟ الاسترخاء مهم جدا جدا جدا. الاسترخاء عندك نوعين من الاسترخاء، عندك الاسترخاء الجسمي ككل، ان احنا بنرخي كل عضلة كل عصبة في جسمنا، هذه اذا قدرنا تمرنا عليها وسويناها. بعد كده في عندك الاسترخاء الذهني، وهذه الحاجة اللي انت تحتاج اليها كثير كمان. دائما في ناس يقول لك انا عندي هذا شغال، بالضبط، شايف، مع انه نايم كويس يعني. مع انه نايم كويس، انتبه لنقطة، طيب مع شغلك انت طول اليوم، شايف، بتيجي من اخر الليل بتنام في سريرك وانت تقدر تقول ايش، مشدود. نعم صحيح، مشدود يعني. مشدود جسمك، مشدود التنشن، شايف، ملاحظ الحكايه هذه. فبتنام ساعات اطول وتصحى في الصباح وتقول برضو انا مجهد. برضو مجهد. فاحنا بنعلمه تمرين الاسترخاء، كيف يسترخي وقت النوم. طيب ما هي هذه التمارين؟ ما هي تمارين الاسترخاء؟ التمارين عن طريق النسم، شايف، بناخذ نسم ونسيب نسم، ناخذ نسم، وبعدين يبدا يركز على رجلينه، يشعر انه تقلع على الارض، ويدين ونفس الحكايه، وجسمه كله طايح طايح طايح. يعني انا اقدر اوصلك للحكايه هذه لو جيت انا كده وجلست على كرسي زي هذا الكرسي كده، وبديت اخذ نفس عن طريق الانف واسيب عن طريق الفم، ناخذ فكره. عشان ناس كثير بتسالني في العياده في المركز، ولا في المنتديات، كيف الطريقه، في كيف الطريقه. ف
فأول ما حنبدأ مثلا واحد بيدنا مثلا هي النور عندك قوي لكن حنستخدم النور لصالحنا، حنيجي نقول حاجة زي كده، حنبدأ ناخذ نفس عن طريق الأنف وحسيب عن طريق الفم، شايف الجسم ارتفع وبعدين رجع هبط. خلينا نعيد الحكاية هذه مثلا 3-4-5 مرات. تخيل احنا وصلنا للحكاية هذه بعد ما عدناها 4-5 مرات. الآن حبدأ أشيك على رجليني، تخيل ان رجليني حس فيها، رجلينك كل عضلة كل عصبة فيها بارتخية، بحس وأشعر ان رجليني تقلها على الأرض، جميل جدا. بعدين أروح ليديني، كل عضلة كل عصبة في يديني مرتخية، شايف اليدين بدأت تتخرب. عين بعد كده الواحد جالس بكتوفه كده على فرخ كتوفي، شايف بالطريقة هذه. كم يبغى الوقت؟ هو زي نفس الكلام هذا اللي أنا بقول لك، هو نفسه يعني ما بيزيد عن كده. بعد كده بروح لراسي، بحس بتقل راسي، رخيت راسي معناته رقبتي ارتاحت، شايف. بعد كده بجي عند حوالين عيوني بارخيها، يعني تبي تشوف تعبير وشي ايش اللي حيصير فيها. بعد كده حجي ابتسامة خفيفة لوشي، حيسترخي. الآن أنا حسترخي لك بالطبع، في كيف أنت حتوصل؟ حتوصل بالطريقة هذه. هذه قمة الاسترخاء. صحيت يعني. الآن تقدر تقول أنا دخلت في استرخاء، أخذ مني حاجة ونص دقيقة يمكن أو دقيقة. نعم. لكن الجسم كأنك أنت عملت عادة تشغيل للكمبيوتر، كأنك طفيت وشغلت من جديد، شايف. في أبحاث بتقول أن دقيقة في الاسترخاء تعادل ساعة نوم. طيب هل يستطيع دكتور عموما الناس العمل الذاتي بسهل جدا بهذه البساطة جدا جدا؟ أنا حاخذه على التدريب من أول لآخره، شايف، يتعلمها. في ناس كثير بتقول لك ممكن اتعلمه الحالي، لا صعب شويه لانه له مستوى، شايف. يعني تخيل انا لو عندي كوره مثلا وقعدت اخبط في الكوره هذه حصير سامي الجابر، يحتاج الى مدرب. سامي الجابر الى يومك هذا في نجوميه تهارب يحتاج الى مجرب، فلازم في اول مره مدرب، بعد كده ممكن ينطلق لحاله. دكتور ساري، يعني الاخ عبد العزيز قال يعني انه الان وقت الظهيره هو وقت استرخاء ربما بعد العمل، لكن هل في اوقات عموما مفضله لديكم للاسترخاء في المساء؟ والله هو انا ممكن استرخي في الصباح لما اصحى عشان ابرمج يومي. ما انت لسه قايم من النوم، كيف يعني؟ اي تبغى تبرمج يومك، انتبه عشان ابرمج يومي. يعني تخطط، اخطط ليومي وانت مسترخي. وانا مسترخي، نعم. وهذا دخلنا هنا في التنويم الذاتي، تنويم ليش؟ الإيحاء الذاتي. دخلنا في الحته هذه، انا استرخيت. انتبه انا ايش قلت لك قبل كده، قلت لك احنا بنرخي العقل الحاضر عن طريق ايش بنرخيه؟ الاسترخاء. بعد كده انا بتكلم مع العقل الباطن. العقل الباطن. فانا ما انا استرخيت، انا حيكون عندي يوم جميل، وحتعامل مع الاخوان وحتعامل مع اصحابي في العمل. بهذه الطريقه يفكر. بكلم نفسي، بكلم نفسي، يكلم نفسي، بكلم نفسي. يعني الناس حتشوفك تكلم نفسك مشكله. لا لا، من الداخل. من الداخل بكلم نفسي، من الداخل شوف نفسي بكلم نفسي كده من الداخل، انا حكون يوم جميل جميل جدا. او مثلا انا رايح المقابله هذه في التلفزيون الرياض، حكون مع الاخوان وحتكون مقابله ناجحه وجيده وحستمتع فيها. عفوا ببرمج. عفوا، لاحظت من عباراتك كلها متفائله، ان تدفع نفسك دفع. نعم، نحو تحقيق اهدافك. نعم نعم، لانه لا تنسى حاجه مهمه جدا، العقل لا يتعامل مع السلبيات. هذه نقطه مهمه، نقطه مهمه. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال، شايف الكنبه هذه اللي جنبي هذه زرقاء، انا بقول لك استاذي الفاضل شايفها الزرقاء هذه، لا تتخيلها سودة. ليش تخيلتها سودة؟ شايف العقل لا يتعامل مع كلمة لا. لا تتخيل اللون الأصفر. لو قلنا للمشاهدين قال لا تتخيل اللون الأصفر، كلهم تخيلوا اللون الأصفر. العقل لا يتعامل مع كلمة لا. في حاجة مهمة لازم ننتبه لها، لما الجماعة حق مكافحة المخدرات جو قالوا لك لا للمخدرات، ايش اللي حصل؟ الناس كلها، معظم الشباب اللي مو فاهم طاحوا في المخدرات. لا للمخدرات، اخر كلمه ايش كانت هنا عندك؟ مخدرات مخدرات. كان المفروض نقول ايش؟ المخدرات قاتله. اخر كلمه ايش وقفنا فيها؟ قاتله، هنبعد عنها. زي لما يقول لك لا تسرع فالموت اسرع، اخر كلمه ايش قلنا؟ اسرع. دعس سرع. فايش تقول؟ السرعه قاتله، اخر كلمه. انت بتقول لولدك لا تسوي كده، بابا كده غلط غلط. أيوة. طبعا على ذكر المخدرات، هل التنويم يساعد في علاج المخدرات؟ التنويم يساعد كثير جدا جدا عند الشباب اللي يبغى خايف انه يتنكس، وتعالج شايف وغسل جسمه، شايف واخذ الادويه حقته، يجي بعد يقول لك انا خايف
ارجع اتنكس، يسموها النكسة. نعم. طيب انت ليه خايف من ايش ترجع؟ خايف ارجع. طيب وش المشكلة؟ قال خايف من السجن. اذا هو ايش خايف من ايش؟ من السجن. اذا عنده رغبة انه ما يخش السجن. فاجي بقول له انا ايش لما اكون مسترخي بتكلم مع عقله الباطن، ايش بقول له؟ كل ما جاتك الخرمة حقة المخدرات المخدر المعين فكر في السجن، فعملت له ربط شرطي. بالضبط، شايف ربطت الاثنين ببعض هذولا. نعم. كل ما فكرت في المخدرات وجمال المخدرات كل ما حتفتكر السجن والظلمة اللي في السجن وكيف كنت وحشة السجن، حيبطل. انت هنا زرعت له حاجة. انتبه معايا انه هذا ما هو موجود. ومرت عليك تجارب. انا بتكلم سوينا حاجات زي كده والله نجح يعني اللي. نجحت جدا جدا. حتى واحد من الشباب اللي اشتغلت معاه انا شخصيا الان هو يعتبر ده مشرف اجتماعي الحمد لله. كان مسمى ملفه مكتوب عليه مجرم. الحمد لله. شوف الانسان قديش احنا نتكلم في زاويتنا الى الافضل. الى الافضل. شوف نعم. الانسان يتغير من مجرم الى مشرف اجتماعي. يعني شوف فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. نعم استاذ دكتور، يعني هل 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 هناك اعراض جانبيه لمساله التنويم الايحائي؟ ربما يتحدث البعض انه في اعراض جانبيه. في تخوف. والله سؤال جيد جدا. الناس كثير بتسال يقول لك المويه اذا شربت كثير حتألمني، حتجغجغ بطني وتألم. التنويم الايحائي ما له اعراض جانبيه واتس ايفر ابدا اطلاقا. ليش؟ زي لما انا بكلمك الان لو سمحت اعطيني القلم وانت ما اعطيتني، يا تخيب يا تصيب، يا حيتكرم علي او حيعطيني. وتعتمد كمان على قوه الرغبه. هو عنده رغبه يتعامل معي يتعاون معي، اعطيني القلم لو سمحت. ما عنده رغبه، ما اعطاني القلم. اذا عنده رغبه انه يعطيني القلم عشان ادون رقم تلفونه حيعطيني القلم. نعم. شايف؟ اذا هنا تعتمد على قوه الرغبه. احنا بنسمع كثير وبنتكلم كثير، الرغبه. اذا في رغبه قويه حيستجيب، ما في رغوة كأنك ما تكلمت. دكتور زهر، يعني أنتم كمتخصصين في هذا المجال، ربما اللي يعني ما هو يعني منتشر في المجتمع، كيف تجدون تفاعل المجتمع، شرائح المختلفة مع يعني الأشياء التي تدعون لها مثلا الراحة والاسترخاء وغيرها يعني؟ هل الناس متفائلة؟ والله الناس كثير متفائلة وكثير مبسوطة في الكلام هذا. المتعلمين وصغار السن زي تقول، شايف، والمدراء اللي عندهم ضغوطات في العمل مضطرين لكم يعني مضطرين بيحتاجوا كثير. يعني مثلا لو اقول لك من الشركات اللي طلبتنا شركه اي بي ام طلبتنا التدريب الموظفين، الشركه الخطوط السعوديه طلبتنا، شايف، وغيرها من الشركات كثير، موظفين شركه شيرتون، شايف، ضغوط العمل كمان. ناخذهم جروب 20 نفر فريق، شايف، 20 ما احب ازيد انا عن 20 نفر، وبستخدم معاهم طريقه الاسترخاء الاسترخاء الاسترخاء، وبيتعلم الاسترخاء الذاتي، وبعدين هو يدرب نفسه دكتور. هو يدرب نفسه بحيث اني اسجلها، بحيث انه هو ما عليه انه بس يساوي كده بيده حتلاقي نفسه. نعم. عبد العزيز عندك جاهزيه؟ طيب دكتور انا ممكن تسوي لي تدريب استرخاء؟ ممكن اسوي لك تدريب استرخاء. بالحقيقه احنا كمان جايبين معنا برنامج هنا اخر ممكن نقيس فيه مستوى الاسترخاء اللي ممكن انت توصل له. لو تفضل عندك تفضل جنبي لو سمحت. شايف هذا الجهاز عندنا هنا، وهذه حساسية كده نحطها في يدك بالطريقة هذه. افتح يدك لو سمحت. اوكي خل نشرحها قبل يا دكتور زهير، تعرفها. اللي حتقيسه مستوى الاسترخاء. عبارة عن ايش؟ عبارة عن حساسية. بتقيس زي الحساسة، بتقيس مستوى صح، يلبسها الاستاذ في يده. شايف، وعندنا البرنامج هنا حنشوف مستوى الاسترخاء فين كان وفين صار. جميل شو اللي بيصير بالضبط الان يا دكتور؟ اللي حيصير حاجه جميله جدا جدا، حنشوف انه نحن ايش. طيب عزيز تراك على الهواء يعني في اسرارك. لا ما قلنا ما اقدر اطلع اي حاجه. الزملاء بيقولوا بيشيل عنه المايك يعني. جميل جدا. نبدا الان. انت تبغى تسترخي، انت عندك الرغبه انك تسترخي. لو لاحظنا هنا الحين بيقيس المستوى اللي حنبدا فيه، حقيس المستوى اللي حنبدا فيه الان، وحنلاحظ هنا الجراف حيبدا من الحكايه يشتغل الان. بدينا من الناحيه هذه. انت الان حاول تسترخي، شايف، فكر في اي حاجه جميله، شايف، تحب تغمض عينك كمان، ترخي يدك وترخي يدك، فكر في اي حاجه جميله. ممكن الراتب اجمل شيء يعني. الراتب اجمل شيء. الراتب اجمل شيء. فكر في حاجه جميله، شايف، في خضره، في مزرعه، ماشي في حديقه،
تفكر فيها، وحيث انك ترخي اعصابك. لو بدينا استخدمنا شيء من التمرين حقنا، قلنا ناخذ نفس عن طريق الانف ونسيب عن طريق الفم. احسنت، 1 2 3 مع بعض، ناخذ نفس ونسيب، ناخذ نفس ونسيب. حاول تشوف يدك اليمين هاي ترخي لي هي كل عضلة كل عصبة في يدك اليسار، كمان ترخيها كل عضلة كل عصبة في يدك اليسار، مرتخية مرتخية مرتخية. أرخي جسمك، حس بجسمك بيتقل، بدأ بجسمك بيتقل بيتقل، أرخي. أنت بقوة عقلك بقوة تفكيرك بترخي أعصابك، فكر لي في الكلام هذا، أنت بقوة عقلك بقوة تفكيرك بترخي أعصابك، كل عضلة كل عصبة في جسمك بترتخي 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 بترتخي. زيد نفسك استرخاء، زيد نفسك استرخاء، ارتخي. هو الان ماشي ماشي ستدي جدا جدا، لانه يبغالنا ناخذ معاه وقت، ناخذ نفس. والانوار عندنا هنا هي يعني زي ما تقول مبهره، هي اللي بتعوق 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 الحكايه هذه، بتعوقها كثير جدا، لانه العين هنا عندك عباره عن رادار، ف والنظاره كمان بتعكس معاه، فعمليه شويه ايش ماشي ماشي استدي، حسب ما شفنا في الجراف انه ماشي استدي، يعني ما 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 زاد ارتخاء. لكن لو سمحت لي عشان بس نسبة الحكاية هذه، نحن خليني انا استرخي، انا اقدر اتغلب على. طيب تاخذ ال نعم، يعني فشلت العملية مع عبد العزيز، لانه ما هو متعود. ما هو متعود، ما هو متعود، والنور صعب. لا انت تفضلت دكتور، النور كان النور كان النور صعب، النور صعب، والعين مهمة جدا جدا. هيا شوف دحين انا انا فين بديت. أنا إنسان طبيعي مسترخي، ممكن ننتقل إلى زاوية أخرى يعني. ممكن معاك أنت، أنت تبغى توقع شكلك. أوكي، يبان على المؤشر. نعم. يعني بالمناسبة الأجواء إيش هي اللي تساعد على طبعا الاسترخاء؟ يعني شوية موسيقى، شوية مثلا ده هدوء، هدوء، صوت موية. شايف أي شوف دحين أنا بديت من فين، أنا بديت من هنا، الآن حبدأ أسترخي أنا. شوف الفرق الآن، إنه هو كان ماشي مستقيم، شوف الفرق عندي أنا الآن، أنا حبدأ أسترخي حتى أنتبه للجراف. طبعا لا يفضل الكلام أثناء الاسترخاء دكتور ولا؟ بالتأكيد. المؤشر بدأ يتحرك يعني. طيب دكتور عفوا انا نزل، شوف لما صحيت انا، شوف كيف عمل. انا دكتور لاحظت المؤشر ازرق بالكامل. بالكامل هذا معناه حاله استرخاء تام. استرخاء استرخاء تام، حاجه جميله كانت. شوف كيف نزل دحين بده يطلع ثاني، لو حطينا الصوره عليها بعد ما تكلمت معاك وطلع، شايف وخضر. نعم شايف بدا طلع ثاني. اللون الاخضر شرمز له في هدوء، هدوء بس ما هو استرخاء. والفي لون احمر احمر. طب هل هو معناه انه نوع من التوتر؟ نوع في توتر، نعم بيقيس لك التوتر الحكايه هذه. شايف الاسترخاء ايش بيسوي؟ تخيل الكلام هذا، شايف؟ فزي ما قلت لك الناس اللي عندهم قلق، كمان لا ننسى حاجه مهمه جدا جدا في القولون، القولون العصبي. نعم شايف عن طريق الاسترخاء، شايف ممكن يعني يعتبر علاج جميل جدا له بدون دواء. بدون دواء. في الاسبوع الماضي كان عندكم الاستاذ منصور الدوخي. نعم. اخصائي نطق وكلام، كان بيتكلم اذا تذكرته عن التأتأة. نعم شايف قال لك لازم نرخي الفم ونرخي عضلات الفم بالاسترخاء، ممكن نعمل الكلام هذا. وجو سووا عملنا الحكايه هذه عندي في المركز، وما شاء الله تبارك الله، يعني يقول لك واحد من 20 سنه من يوم ما ولدت وانا تأتأة راحت الحمد لله. الحمد لله. في عندك التأتأة اشتغلنا عليها كويس، في عندك الرهاب الاجتماعي اشتغلنا عليه كويس، في التدريب هو احنا بندرب
كيف تتخلص؟ العملية عملية تدريب، بعلمك مهارات كيف تتخلص، تدريب كيف تتخلص، زي قيادة السيارة بالضبط. شايف؟ أنت بتتدرب مهارة معينة كيف تقود السيارة بسلام، أنا بعلمك كيف تتخلص من الحكاية هذه. عندك التأتأة، عندك الخوف الاجتماعي، عندك القيلون، شايف؟ عندك الإلقاء كمان قدام الناس. شايف؟ في ناس كتير تخاف من الحكاية هذه. نعم. انه توقف تعمل مواجهة الجمهور، تقدم برنامج او تتكلم تلقي كلمة، عندهم فيها خوف. الاكتئاب خليك تغير تفكيرك الى الافضل. الافضل. نعم. السعادة حلوة. الشجاعة، ثقة بالنفس كمان، انه هو مفهومه عن نفسه انه هو انسان فاشل، فبتغير له الكلام، تعزز نذكره بالحاجات بانجازاته اللي سواها. دكتور زهير احنا سعداء بهذه الدردشه معك وهذا الاسترخاء، لكننا سناخذ فاصل ثم نعود الى مشاركات ومداخلات الاخوه المشاهدين معنا عبر الايميلات او عبر الهاتف. اهلا وسهلا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج حياكم، وما زلنا مع ضيفنا في زاوية كير الأفضل الدكتور زهير رخشيم، أخصائي علاج وتدريب للتنويم الإيحائي، ومكالمة من الأخت منى. أهلا أخت منى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة أخوي عبد العزيز. الله يحييك أختي. تحية لأخوي عبد الله. حياك الله. أحيي الله ضيفنا الكريم الدكتور زهير. أهلا وسهلا، شكرا. تفضلي بسؤالك أختي. نعم تفضلي بسؤالك. إيه عندي سؤال للدكتور إذا سمح دكتور زهير. فضلت. هل تعتقد أن الإنسان عندما يغفو وهو جالس أنه نائم نوم عميقا، مع أن فترة الغفوة كانت قصيرة جدا، ولكني نحس يعني عندما يغفو الإنسان يحس أنه كأنه نام فترات أو لساعات أطول يعني. نعم. السؤال الثاني، هل تعتقد أن هناك علاقة بين الغفوة أو الاسترخاء؟ يعني مع أنك تقول قبل قليل أن عند الاسترخاء كأنك تتكلم في داخلك يعني. نعم. شكرا أخت منى. شكرا. الله يعافيكم. شكرا. شكرا. السؤال الأول هي تقول عن مسألة الغفوة، يعني الغفوة ما الغفوة؟ استرخاء. الاسترخاء يعني. احنا بنسميها سبحانه وتعالى قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. السنة هذه هي الغفوة. بالضبط. ولك أنا غفيت. بالضبط. خمسة دقائق وغفيت، هو أنت إيش بتسوي؟ طفى. شايف؟ طفى، رخى جسمه كله. نعم. فيوم ارتخى جسمه كله. لكن انا بستخدم ايش؟ انا برخي جسمي وباوحي لنفسي، او بخليه يرتخي وباوحي له. نعم. فهمت كيف؟ احيانا الغفوة تأتي يعني عنوة، يعني واحد ما يدري عن نفسه الا هو غفى. كثرة التعب. خذتني غفوة. خذت من كثرة التعب؟ قاعد يتفرج على التلفزيون وغفى ولا نام؟ بالضبط. تعبان، جا وقت نومه. نعم. مو لك، لا تنسى انت وقت النوم مبرمج في جسم الانسان، انت بتنام في الساعة الفلانية وتصحى الساعة الفلانية، وقت الظهر بتنام، فتلاقي نفسك اذا هذاك اليوم ما نمت في ذاك الوقت من 2 لـ4 انت تعبان، بعد الساعة 4 فقت، جسمك مبرمج على النوم. عشان كذا لما بتسافر برا مثلا الخارج بتلاقي انت في النهار وانت شاعر بالنوم، طالع في الساعة اوه هذا وقت نومي، انا المفروض اكون نايم الوقت هذا. نعم. دكتور طيب الغفوة ايش السر في انها يعني تختزل كثير من التعب؟ بعض الناس يقول غفيت شوي والله نشيط. لان هو استرخاء، رخى جسمه، هو هذا الاسترخاء. الغفوة هي استرخاء. النهجات كذا يعني. النهجات كذا بس. تعال انت تسويها في اي وقت تكون عندك، في اي وقت برمجة يعني. انتبه، انا عن طريق الاسترخاء لما اتعلم الاسترخاء الذاتي ممكن استرخي وانا في الطيارة، في القطار، في السيارة، شايف؟ باستني احد في اي وقت، هي كلها اللي نحتاجه انا منك دقيقتين، انت ما عليك تقول انا بسترخي الان. استرخيت الدقيقتين هذه، شفت نفسك انا حصحى نشيط نشيط نشيط، فكر في النشاط، انا نشيط نشيط، 1 2 3 بوم، شعر بالنشاط. نعم. اذا الغفوة هي الاسترخاء. الغفوة هي الاسترخاء. نعم. بس الفرق بين غفوتها هي ان هي ما اوحت لنفسها، انا عندي استرخاء مع غفوة مع 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 ايحاء. نعم. الاثنين مع بعض جيدة. نعم. جدا. جميل. سؤال اخر. نعود الى الهاتف مرة اخرى. المداخلات معنا. مرحبا. السلام عليكم. أخوي حسن مرحبا. يا أخي عندي، هل عملية الاسترخاء لها دور في تنشيط الذاكرة؟ والسؤال الثاني، ما هي الاستراتيجية في مثلا أنهي الطفل عن كلمة لا؟ ما هي الطريقة المثلى يعني بدل كلمة لا؟ شكرا أخوي حسن. حياك الله. السؤال الأول
تنشيط الذاكرة. هل تنشيط الذاكرة جميل جدا يعني؟ أنا لما بسترخي ببرمج نفسي زي ما قلنا أول مرة، أنا بسترخي وبرتاح وبقول أنا كل حاجة أشوفها أتذكرها، كل حاجة تمر علي بتذكرها، أنا أتذكر كل حاجة، أنا إيش سويت هنا، أتذكر 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 أتذكر، سجلت الحكاية هذه. بس الحكاية بقى تدريب مو من واحدة مرة، انتبهوا يا جماعة، العقل بيخزن أو بيحفظ، أنت في الأمور العادية أنت بتخزن أي معلومة تقريبا بعد 21 مرة، عشان كده أقول لك اتعودت على كده. عشان أغير العادة هذه أحتاج إلى 21 مرة عشان أحط عادة تانية بالطريقة هذه. أي كلمة تبغى تحفظها عيدها من 18 إلى 21 مرة هتحفظها. فأنا لما بسترخي هنا بشيل العقل الباطن، العقل الحاضر على برا، بتكلم مع عقلي الباطن وبقول أنا كل حاجة بشوفها بتذكرها بتذكرها. بالنسبة للسؤال الثاني، ما قلنا الكلام، أنت بتقول له لا لا تسوي كده، أنت بتقول له كده غلط، هنا غلط، هذا غلط، آخر كلمة هي اللي يأخذها، هو اللي بيأخذها. فنقول لا تسوي كده، لا تكسر، لا تلعب كده، غلط، اللي بتسويه هذا غلط 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 غلط، هو حينتبه للكلمة هذه. يعني عفوا دكتور، يعني أنت تنصح الأباء والأمهات ما يستخدم كلمة لا، حتى بينك وبين زوجك مع أصحابك كلمة لا تقيلة، تروح معايا لا حادة شوية حادة. يعني عفوا دكتور، يعني تنصح باختصار الكلمة في كلمة غلط خلاص بالنسبة للأطفال؟ غلط غير جائز. نعم نعم غير جائز. نعم. وبعدها تتبعها بكلمة ليش ليش الغلط. أيوة ليش الغلط، تشرح الغلط غلط، حتعور نفسك. نعم. دكتور زهر، أبغى أتوقف عند العقل الحاضر والعقل الباطن. يعني متى يتكون العقل الباطن في الإنسان؟ متى تتكون الذاكرة؟ أوكي، إحنا الواحد فينا بينولد شايف وموجود عقله الحاضر، شايف العقل الباطن إحنا اللي بنعبيه. سؤالك جدا جيد جيد جدا، انتبهوا معايا يا جماعة، الطفل بينولد وعقله ما في حاجة زي الهارد ديسك، زي المستودع الفاضي، إحنا اللي بتقدر تعلمه، أمه بتقدر تعلمه، بتقول له أح أف هذا حار، أحقف، هي اللي بتدربه على الأكل، بتدربه على المشي، نحن اللي بنربيه، نحن اللي بنعطيه المعلومات إلى غاية 7 سنين تتكون الشخصية. عشان كده تتذكر معايا حاجة جميلة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ وعلموهما الصلاة في 7. هنا يدل لك أكبر مثال إنه الشخصية تكونت. فعشان كده أول 7 سنين مهمة جدا جدا في تربية الأطفال، هو اللي بميز فيها وتعلم فيها الأح والأف، وتعلم فيها في المدرسة، بدأ يتعلم أنه هذا مربع وهذا كرسي، تعلم فيها الكلام. بعد كده تقول لي أنا عندي ولد مدلع، وأنت السبب، أنت اللي ربيته، أنت اللي ربيته الولد، عجينة خضراء أنت اللي شكلتها. نسيت أذكر لك على حاجة مهمة جدا، التبول اللا إرادي عند الأطفال، شايف هذه معاناة كثيرة، معاناة كثيرة، هي ضغوط نفسية من الأب من الوالدين. يعني لما يجيني واحد تعبان، انا شايف يجي يشتكي لي من ولدي، ولدي مقصر في الدراسه، ولدي تعبان، صدق انا اتعامل مع الاب والام، ادربهم هم كيف يتعاملوا معاه، هم السبب. الى غايه 25 سنه اذا الولد ساكن في البيت، اهله هم السبب، شايف يجوني في المركز اتعلمهم كيف التعامل، هي تدريب كيف اتعامل مع الاخرين. عشان كده انصح، انا في حاجه ذكرتها انت جميله جدا، في دوره لازم ناخذها، كيف تتعامل مع زوجتك قبل الزواج. نعم. لازم نعرف انه الرجل من كوكب والزوجة من كوكب اخر، وطريقة التفكير وطريقة نظرتنا للاشياء وجهات نظرنا تختلف. لا، الانسان واحد فينا زي يا اخي، البشر زي هي 9 مولودين كلنا في 9، لا، تكوين الجسم يختلف. ممكن يكون عندنا مجال نناقش الموضوع ده بتفصيل في النقطة الثانية. النقطة الثانية اللي ابغى اوضحها بعد كده، بعد الزواج ناخذ دورة ثانية في كيفية تربية الاطفال. نعم، هذه مهمة جدا جدا. نعم، شايف زي رخصة الزواج، يعني عشان اخليك تتزوج تاخذ الدورة دي، عشان اخليك تخلف لازم تاخذ الدورة دي. نعم، هتلاقي جيل احسن من كده بكثير. نعم، ناخذ اتصال دكتور لو سمحت من الاخ احمد من الرياض. اخ احمد، مرحبا. اخ احمد، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا وسهلا. شكرا على برامجكم الطيبة والناجحة. الله يحفظك يا رب. تفضل سؤالك اخوي احمد. سؤالي، هل في تمارين قبل الاسترخاء؟ كيف تمارين قبل الاسترخاء عفوا؟ في تمارين قبل ما يسترخي الانسان يعملها على اساس مواجهة الجمهور مثلا او نعم. شكرا اخوي احمد، شكرا، مع السلامة. شكرا. هو نحن لما تعلمنا الاسترخاء، زي انا ما تعلمت الاسترخاء الان، هو الاسترخاء هو تمرين، هو بحد ذاته تمرين الاسترخاء. وانتم جالسين بتقدموا البرنامج هنا، وانتم جالسين، انا كنت مسترخي،
استرخيت وهديت أعصابي وتخيلت أنه أنا قمنا بحلقة جيدة وجميلة وجاتنا اتصالات والناس بتشكر فيها، برمجت نفسي وتخيلت نفسي وأنتم بتسألوني وأنا بجاوبكم. أنا استرخيت وأبحيت لنفسي ورسمت صورة حلوة، يعني ورسمت صورة أحلام اليقظة بمعنى أعيش أحلام اليقظة. أنا اللي ببرمجها، أنا اللي بسويها، أنا اللي بألفها، معايش معاها، تارك نفسي كده. لا أنا اللي بخطط، بكون صورة جميلة، بكون صورة جميلة وتأمل أن تصل إليها، وأمل بقوة الرغبة. انتبه بالرغبة، أنت بتنام برغبتك، بتسترخي برغبتك، بتنفذ اللي تبغاه برغبتك. طيب دكتور، هل في أكلات أو مشروبات معينة، سواء مشروبات باردة أو ساخنة، يعني قد تزيد أو تمنع تساعد على الاسترخاء؟ أيوة. بيقولوا الليمون، الليمون، الخس، شايف هذه الحاجات، الكوري، لا الشاي، القهوه مثلا، الشاي منبهات تمنع طبعا. طبعا يعني يجب ان يمتنع عنه قبل، خصوصا احد يجي يشتكيك يقول لك انا عندي قلق ما انام في الليل. هو شارب، هو كيف طبيعتك انت في شرب القهوه؟ اشرب كثير. طيب نعود الى الهاتف مره اخرى. الو، السلام عليكم. السلام. والله ابغى اسال الدكتور سؤال اخر. تفضل اخوي احمد. بالنسبه لدكتور الاصابات، احيانا اشوف شيء في الواقع احس اني شفته قبل كده، بس اكون في حلم او كده يعني او في احاء يعني، ودائما تتظهر معايا الاشياء دي كتير يعني. شكرا اخو احمد، الله يحييك. هو اللي حصل هنا، اعصاب المخ عندك، ايش اللي بيحصل؟ انت دخلت الغرفه زي انا ما دخلت اول ما دخلت المره الاستوديو، شعرت اني دخلت هنا قبل كده. ايش اللي حصل عنده هو؟ تخيل انت لما طلعت، اول ما دخلت طلعت عين هادي سبقت العين هادي في رؤيه الاستوديو، فلما وصلت للمخ واحده قبل الثانيه، فهو شعر انه كان هنا قبل كده. انصح الاخ انه يكشف على عيونه او على اوتار الاعصاب عنده، عند دكتور مخ واعصاب. فهمت الحكايه؟ لما دخلت انا اول مره عيني هادي شافت قبل هادي، فعشان كده وصلت المعلومه قبل للمخ. المفروض يشوفوا سوا يعني ولا؟ المفروض دائما انت بتشوف سوا مع بعض. كيف تعرف يعني؟ هو قال لك انا وصلت، كاني دخلت هنا اول مره، انا اجي هنا بس شعري انا وصلت قبل كده، اني جيت المحل هذا قبل كده. هل في فارق زمني بين؟ في فارق زمني اقل 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 من السبليت سبليت سبليت سكند. واحدة من العين شافت قبل الثانية، فوصلت المعلومة للمخ، فعشان كده شعر انه كان هنا قبل كده. نعم. شايف؟ فينصح انه يشوف دكتور عيون او دكتور مخ واعصاب. نعم. دكتور، يعني حالة القيلولة، يعني واحد يتغدى وبعدين ينام. هل يعتبر النوم اللي بعد غدا هذا يعتبر حالة استرخاء، ولا نوم ما له علاقة بالاسترخاء؟ لا، هذا النوم. نوم عميق. الاسترخاء دقيقتين، دقيقة ما يزيد عن كده. الاسترخاء لما حالة تسترخ... النوم ليست حالة استرخاء. لا 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 لا، هي تدخلنا للنوم. انا ممكن استرخي عشان انام. زي في الليل. النوم ليس استرخاء. النوم ليس استرخاء. لأنه أقول لك أنت بتنام وأنت أعصابك مشدودة، فبتصحى الصباح تقول أنا ما شبعت نوم، تعبان. حتى بعضهم يقول أنا يا أخي قايم تعبان من النوم، تعبان من النوم. تعبان من النوم. إذا هو ليس استرخاء. ما ارتحت أعصابه. تماما. أنت لما تتعلم الاسترخاء وتنام وأنت مسترخي، ساعات نومك حتقل. والله يبغى لنا حلقات يا نعم عشان نسترخي. بالتأكيد. نستأذنك دكتور في طرح سؤال اليوم، سؤال حلقة ثلاثاء في برنامج حياكم. يقول السؤال: الدرجة من المقدرة ينالها من يسعى إلى الأفضل، لا سيما نحن نتحدث في زاوية من الأفضل إلى الأفضل، هل هي، طبعا لدينا ثلاث خيارات، هل هي الكلل أو الكفاءة أو الكرم؟ درجة من المقدرة ينالها من يسعى إلى الأفضل، هل هي الكلل أو الكفاءة أو الكرم؟ بإمكانكم الدخول إلى موقع البرنامج www.saudi1.tv وتعبئة الفراغ الذي هو أمام الإجابة الصحيحة. طبعا انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم مشاهدينا الأعزاء. في نهاية الحلقة نشكر ضيفنا في البرنامج الدكتور زهير خشيمة، أخصائي علاج وتدريب التنويم الإيحائي. طبعا نشكر لك هذه الدقائق وهذه الفترة الاسترخاء بعد في البرنامج. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، قد تابعتم حلقة يوم الثلاثاء في برنامج حياكم، ونلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة حياكم يوم الأربعاء بكرة بإذن الله. في أمان الله.